بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي احنا هنتكلم عن الاكسبرت سيستم. المادة السهلة وما فيهاش حاجة، هي محتاجة بس تركزوا عشان تعرفوا تكتبوا ازاي في النظري. المفروض هينزل شيت، معرفش ايه الدنيا اذا كان هينزل في الاخر ولا لا، بس اهم حاجة بالنسبة لنا ان احنا نفهم كويس وبعدين تذاكروا من المحاضرات كويس. وهيجي طبعا الكلابس، انا خلاص نزلت لكم اوريدي البلاي ليست اللي فيها الكلابس. نتكلم بقى دلوقتي الفايل ده بتاع lecture 1 and 2 من الاكسبرت سيستم، اللي هم اول محاضرتين او اول محاضرة ونص. معلش سوري لو الصوت كان مش واضح قوي عشان بس انا عيانة، زوري مش قادرة. طيب هنتكلم في اول حاجة عندنا في المحاضرة في الاجندة، نسيب كل ده. ايه هي الاكسبرت سيستم؟ ايه الكابابيلتيز بتاعت الاكسبرت سيستم؟ والجول دريفن والداتا دريفن والاركتكتشر بتاعتنا والكاركترستكس والنولج اكوزيشن والنولج انجينيرنج. وبعد كده في كومباريزون ما بين البروبلم دومين والنولج دومين. احنا هنبدا الاول ايه هو الاكسبرت سيستم. مثلنا من الرسمه دي هنعرفها دلوقتي. انا بالنسبه لي في تعريفين للاكسبرت سيستم، بس اهم حاجه في التعريفين لازم يبداوا بكلمه من الثلاثه دول، يا اما يكونوا كمبيوتر سيستم، يا اما يكونوا كمبيوتر ابلكيشن، يا اما AI ابلكيشن. وبعد كده اكتبوا التعريف اللي يعجبكم، ما عنديش مشاكل فيه. حاجه كمان، ايه هو ساينس او العلم اللي احنا اخترعنا بيه الاكسبرت سيستمز ده؟ اسمه الكوجنيتيف ساينس، ودوت اللي احنا كنا اخدناه في الاي اي قبل كده فمش هنعيده تاني. واللي مش عارف ايه هو يروح على البلاي ليست بتاعت الاي اي هيلاقي الديفينيشن مشروح. نتكلم هنا ايه هو اصلا الاكسبرت سيستم. من الاخر هي حاجه عندها نفس خبره الانسان في حاجه معينه او بتعمل الفانكشن بتاعتها. يعني ايه؟ انا مثلا عندي ارض، والارض دي عايزه حد يعرف يزرعها، انا ما بعرفوش، انا ما عنديش الخبره اللي خليني ازرعها. طيب الكلام ده ليه؟ عشان استبدل الانسان اللي بيعمل لي الخبره دي، او بمعنى اوضح اللي هو المزارع. طيب انا بعمل ايه؟ بعمل الاتي، بجيب الشخص اللي هو عنده الخبره دي اللي هو في المثال بتاعنا المزارع. طيب ده بيكون اسمه ايه؟ ده بيكون اسمه domain expert، او ال space او المكان اللي بيكون عندي فيه الخبرة اللي انا محتاجاها عشان انفذ الفانكشن بتاعتي. بيجي الدومين اكسبرت ده بيعمل ايه؟ هو عنده خبرة، بيدي الخبرة بتاعته لواحد. مين الواحد دوت؟ الواحد ده هو اللي المفروض بيتعامل مع السيستم. طيب او بيدي وبينقل الخبرة دي ايا كان على شكل كود ولا عشان ايه للبروجرام. اسمه ايه الحاج ده؟ اسمه النوليدج انجينير. ايه؟ مهندس معرفة؟ مش فاهمة يعني ايه المعرفة بالنسبة له. هو بيكون الخبرة اللي بياخدها من الدومين. طب معنى كده ان الدومين اكسبرت لازم يكون شخص؟ لا طبعا مش لازم يكون شخص، ممكن يكون كتاب فيه معلومات، انترنت فيه معلومات، اي مصدر للخبرة وللمعرفة او للمعلومات. اللي طبعا لايه؟ للفونكشن معينة، سواء زراعة او تدريس او اي فونكشن اللي انا عايزة اعملها. طيب النولج انجينير بيخزن الحاجة اللي هو عارفها فين؟ بيروح يخزنها knowledge base مش database. ماشي، عشان ده المفروض مكان بنحط فيه المعرفة او الخبرة. بنحطها عن طريق ايه؟ عن طريق حاجتين هنتكلم فيهم كمان شوية او الفيديو اللي جاي على طول. طيب فين بقى السيستم اللي بيتعامل مع المعرفة دي؟ اللي هو مفروض الاكسبرت سيستم. هو الاكسبرت سيستم مكون من كل ده. ماشي، طيب جوه الاكسبرت سيستم ده في حاجتين. قبل ما نقول هما ايه، في واحد ناقص في الشله الحلوه دي. اللي هو مين؟ اللي هو اهم واحد عندي اصلا، اللي هو صاحب الارض او الكلاينت بتاعي او اليوزر. طيب اليوزر ده بيعمل ايه؟ اليوزر ده بيكون طالب من السيستم كذا حاجه، يا خدمه يا فانكشن، اللي هو المفروض بيكون عندي output. طيب الoutput ده بيكون عبارة عن ايه؟ بيكون advice نصيحة،
او functionality او قرار decision في مشكلة مثلا، او اي نوع من الانواع. طيب هل هو بيدخل حاجة يسأل بيها اللي هي الانبوت بتاعته؟ طبعا كل حاجة وليها انبوت. طيب ايه هي الانبوت بتاعته؟ facts يعني حقائق او مشكلة. زي مثلا ايه؟ لو هو بيسأل واحد بيقوله انا جعان اعمل ايه، هيقوله روح كل. روح كل دي اصلا نصيحة او output، فاهمين؟ ده مثال مبسط خالص على الكلام. طيب اي يوزر في الدنيا لما بيجي يتعامل مع الكمبيوتر او السيستم، مش بيتعامل مع حاجة اسمها الابليكيشن او البروجرام، اللي هو بيكون ايه؟ بيكون يو اي، يوزر انترفيس، يعني الحاجة او الكومن او الرابط اللي ما بين مين ومين؟ اليوزر والكمبيوتر. انا ما بدخلش اتكلم مع البروسيسور، اكيد انا بعمل مع ديزاين ابلكيشن بيظهر لي، بتكلم معاه، بديله الانبوت بتاعه بيطلع لي الاوتبوت بتاعي. طيب هل بقى احنا كانسان او كبشر يعني فينا عقل؟ العقل بيفكر، بيعمل استنتاجات وبيطلع لي نواتج وبيخليني اخد رد فعل. هل الآلة ليها حاجة كده؟ لا، بس هي ليها حاجة شبه كده اسمها inference engine، محرك الإدراك، او المحرك اللي بيعمل شوية conclusions او بيدي نواتج بناء على ايه بقى؟ بناء على المعلومات اللي عنده في knowledge base وبيتعامل معاها. طب هل بيتعامل مع كده بس؟ في واحد كمان لازم يتعامل مع كل دوت، اللي هو مين عندي؟ اللي هو اسمه السيستم انجينير. ازاي يعني واحد بيتعامل مع كله؟ ما انا خلاص، ما انا عندي الناس اللي بتتعامل، عندي اليوزر وعندي الراجل اللي بيدخل الحاجة وعندي الراجل اللي بياخد منه الخبرة. لا طبعا ده مهم عندي، بس الاهم منه النولج انجينير، بس ستيل ده مهم. ليه؟ ده بيتعامل عندي مع ال working memory او ال working storage بتاعت ايه؟ بتاعت السيستم كله. طب هل بيتعامل معاها هي بس؟ لا طبعا، ده بيتعامل مع كل حتة في السيستم. ادي ال working storage او ال working memory، وبيتعامل مع مين؟ يبقى مع ده ومع ده كمان. ايه بقى اللي احنا شرحناه ده كله؟ احنا شرحنا حاجتين، احنا شرحنا الاستراكشر بتاع السيستم كله، والرسمة دي ممكن تجيلك لان الرسمة دي مهمة جدا، هنرسمها بنفس المنظر دوت. وفي نفس الوقت شرحنا مين الانفيرنس انجن ومين الحاجات دي. هيبقى فاضل لنا جزء مهم جدا، اللي هو ايه اللي بيحصل جوه، والمعلومات بتتخزن على شكل ايه وبيحصل ايه. بس قبل ما نتكلم في الكلام ده، عايزين نتكلم في نقطة أو في سؤال تاني منطقي جدا. أي سيستم بيتكون من إيه؟ بيتكون من هاردوير، اللي هو طبعا الشاشة أو أيا كان إيه، وبيتكون من السوفتوير، اللي هو بيكون أبليكيشن مكتوب بسبيشال لانجوج. السبيشال لانجوج عندي هي إيه؟ هي كذا حاجة، بس المتعارف عليه عندي البرولوج اللي احنا أخدناها، ومين، وبروجرام تاني اسمه كليبس. طيب الكلام ده بيتسجل ازاي؟ ده برضو اللي هنقوله في الفيديو الجاي. طيب ايه تالت كومبوننت عندي؟ هيكون بالنسبة لي البروجرام. ايه ده؟ طب ما هو البروجرام ده هو السوفت وير، ما احنا عارفين، ما احنا قلنا في جزء هاردوير وجزء سوفت وير مكتوب بسبيشال كاركتر او سبيشال لانجوج، ومعاهم مين؟ البروجرام. طيب نشوف بقى الكلام ده فين في المحاضرات. عندي هنا ايه هو؟ دي طبعا كانت الرسمة والشرح بتاعها، بس احنا عايزين نرسم الرسمة اللي احنا اتكلمنا عليها في البينت. وهنا بالنسبة لي دي التعريف، تشوفوا اللي انتوا عاوزينه مع الكوجنيتيف ساينس او ايه هو الكوجنيشن. ومعانا دي انترو، ده شرح فيه خلاص، ودولت التكنولوجي اللي بيتكون منها الاكسبرت سيستم واجزائها.